كمال فاطمة الأم ديال وئام السبب السرطان. دابا هذه عامين فاش كشافته، ولكن الحمد لله دابا شويه الحمد لله. دابا وليت كنجي ندير الكونترول اليوم غير فيها شي كحبه، جات بغيت ندير لها التحاليل ونعرف هذه الكحبه علاش. الحمد لله بعدا غادي مزيان، الله نتمنى وكاع الله يجيب الشفاء كاع للوليدات. انت بنت المنطقه بن دار البيضاء؟ لا انا دكاليه وكاريه هنا في ليسيس. كاريه هنا على ود بنت في العلاج ديال بنتك؟ لا كاريه من قبل، واختا زعما الحاله تعقدت شويه، ولكن الحمد لله ملي كنتفكروا، ولكن المهم كيتفكروا ربي الحمد لله. المهم راه كنجيب هنا نعس مع شهرين ثلاثه، كنمشي لداري نبرك فيها سيمانه وكنجي. الصراحه ولادي الاخرين نسيتهم، نسيت كل شيء، صافي ولات عائلتي هي هنا وهي والحمد لله. ولكن كنشكر كاع الطبيبات زعما كاع داروا معنا مجهود، الله يرحمني من الوالدين والله يسهل عليهم. الام شنو كتقدر تعطي لولادها ملي كتشوفهم مرات؟ الحنان، اي حاجه كتبغي من اش كطبي الوليدات، كتبغي لهم غير الشفاء وكاع الوليدات المسلمين كلهم. هذا الشيء اللي كان هو اختا زعما كنعانيو في الدواء وداك الشيء، ولكن الحمد لله ما كي ربي ما كيسد باب حتى كيفتح بيه باب.